احتفلت مملكة البحرين بنتائجها المشرفة في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم تيمز، حيث حققت المركز الأول عربيا في العلوم للصفين الرابع والثامن، والمركز الأول عربيا في الرياضيات للصف الثامن، والمركز الثاني عربيا في الرياضيات للصف الرابع بفارق نقطة واحدة عن الأول عربيا. وبذلك تكون المملكة قد حققت قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي وفق هذه الدراسة الدولية بالغة الأهمية، والتي تشرف عليها الرابطة الدولية لتقديم التحصيل التربوي. رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة المتميزين الذين تجاوز تحصيلهم المتوسط العالمي المحدد ب500 نقطة معيارية، والذي أقيم عبر تقنية الاتصال المباشر عن بعد لتكريم المدارس التي بلغ عددها في مادة الرياضيات 57 مدرسة للصف الرابع و31 مدرسة للصف الثامن. أما في اختبار العلوم فقد بلغ عدد المدارس للصف الرابع 96 مدرسة، وللصف الثامن 51 مدرسة بمشاركة 22400 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة. إن هذا الإنجاز ينضاف إلى الإنجازات العديدة التي تشهدها المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذه الإنجازات والتي يأتي من ضمنها أيضا مشروع جلالته لمدارس المستقبل والاهتمام بالتمكين الرقمي، أعطى الوزارة دفعة قوية إلى الأمام، واستفاد الميدان التربوي على صعيد المعلمين أو العاملين في كافة قطاعات الوزارة أو الطلبة من التعامل مع المنظومات الإلكترونية، وبشكل يؤدي إلى الارتقاء بمخرجات التعليم. واليوم ولله الحمد البوابة التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتي تقدم خدمات عديدة ومتنوعة بلغ عدد الزيارات لهذه البوابة إلى حسب الإحصائيات من جهات محايدة أكثر من 34 مليون. لا شك أن وزارة التربية والتعليم ستستمر في هذه المشاريع التطويرية لمزيدا من الأمام والتقدم لما في خير وصالح مملكة البحرين. كما تم خلال الحفل تكريم الطلبة والمعلمين والمختصين المتميزين الذين أسهموا بشكل فعال في إنجاح مشاركة الوزارة في هذه الاختبارات الدولية، والتي كانت نتائج الطلبة فيها متميزة ومشرفة وغير مسبوقة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاهتمام بالتقويم الخارجي كأحد أهم الأدوات المرجعية التي تساعد على التقييم والمراجعة والتطوير، سواء في المناهج الدراسية أو في طرق التدريس أو في إعداد المعلمين وتدريبهم وتمهينهم. بفضل التكاتف الجهود أنا أقول مرة ثانية، والرغبة الجامحة لدى الطالبات من مدرسة زينب بالذات، يعني استطعنا بفضل من الله أن نحقق هذا التميز لمدرسة زينب ولمملكة البحرين، اللي هي يعني مو غريبة على يعني مملكتنا أن هي يعني توصل إلى هذه المراكز التصنيف العالمي المتقدم. دائما يعني وزارة التربية والتعليم تدعمنا وتدعم المدارس، يعني هذه دافع لنا وحافز لنا إلى أن نقدم الشيء المتميز. أفخر بأنني في هذا الموقع الذي أحتفل فيه لإحراز مدرستي، مدرسة القادسية، المركز الأول على مستوى المدارس الحكومية في مادتي العلوم والرياضيات في تيمز 2019، وأفخر بأنني جزء من الإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين. نشر ثقافة التيمز لدى الطلاب وتحفيزهم على ضرورة التعاطي مع الامتحان بجدية، وأن النتائج هذا الامتحان تعكس مستواهم ومستوى المدرسة، وأيضا تعكس مستوى مملكة البحرين الذي يجب أن يعملوا جاهدين على أن يتعاملوا مع اختبارات التيمز بجدية عالية حتى يحققوا مستويات أعلى لرفع اسم بلدهم عاليا. أجرينا استعدادات منذ البداية بجهود من معلماتنا وإدارة المدرسة وتعاون الطالبات التي تم اختيارهن لتقديم هذا الامتحان،
وهدفنا كان واحد دائما، وهو رفع اسم مملكتنا في السجلات الدولية، والحمد لله وفقنا لهذا. ومن جانبها قالت الدكتورة هدى العوضي المنسق الوطني للدراسات والبحوث أن مثل هذا اللقاء يندرج ضمن إطار الاحتفاء بإنجازات الطلبة، وكل من يقف وراء هذا الإنجاز من أولياء أمور ومدارس ومعلمين وقطاعات الوزارة المختلفة. هذا وقد اشتمل البرنامج على عرض مشاهد مرئية لما تم نشره في التقارير الإعلامية والنشرات الإخبارية، والتي تبين هذا الإنجاز الوطني الذي حققته مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.